يمنع الدخول ويحظر الاقتراب، أماكن بداخلها أسرار لا يعرفها الجميع. تحذير: منطقة ممنوعة. استخدام القوة المميتة مسموح به هنا. المنطقة 51. هكذا كتب على لوحة بمدخل المنطقة السرية قرب صحراء نيفادا في الولايات المتحدة. تحذير مخيف يجسد رهبة المكان. كاميرات المراقبة هنا غطت كل الزوايا حتى لا يقترب أحد، وعززت بعناصر مسلحة في حال حاول أحدهم اقتحام المنطقة 51. وهي اسم مستعار لقاعدة عسكرية أمريكية، لكن الأسرار داخلها أكبر من ذلك. ماذا تقول الروايات حول المنطقة؟ ظهرت المنطقة أول مرة خلال فترة الحرب الباردة. كان الجيش الأمريكي يقوم باختبارات هناك تخص طائرات الحرب، ومن أجل ذلك اختارت الولايات المتحدة منطقة صحراوية محاطة بكثبان رملية حتى يصعب الوصول إليها. ماذا يحدث داخل المنطقة؟ تقول التقارير الصحفية إن المكان يضم أحدث برامج التجسس عالمية، كما تقوم المخابرات الأمريكية هناك باختبارات للبحث عن الحياة خارج كوكب الأرض. نظريات المؤامرة كانت تحوم دائما حول المكان. فماذا حدث بعدما قرر البعض اكتشافه عن قرب؟ قبل عامين حاول رجل دخول المنطقة المحظورة، لكن المحاولة أنهت حياته. سقط قتيلا بعدما أطلقوا عليه النار. ورغم خطورة الأمر أقدم شابان مجدداً على اقتحام الحدود الخارجية للمكان. قالا إنهما سيكتشفان اللغز المرتبطة بهذه المنطقة، وقبل أن يتمكنا من ذلك ألقت الشرطة القبض عليهما وصادرت جميع الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزتهما، ثم ألقت بهما في السجن. الأمر ليس مزحزاً، الأوامر واضحة في لوحة البوابة. استخدام القوة المميتة مسموح به في المنطقة 51.